تعرف كل شابت معايا؟ أسرع حد جاوب. رقم واحد عبد الرحمن علي. اتفضل يا مادي. شفت السؤال؟ اتفضل. عالبورد هنا عايزين نعرف ميجر اوف انجل اكس. ميجر اوف انجل اكس. طيب مين كان نمبر 2؟ عمر؟ اتفضل يا عمر. السؤال اكس حسب المظاهر الاولى الاكس ضعف ال 45 لانها على نفس القوس. تمام. اكوردنج ثيرم 1 النظريه الاولى كانت بتقول ان السنترال انجل دبل الميجر اوف ذا انسكرايبد انجل سبتندد بعد سيم ار. 93. طيب لو جيت اخذت سؤال كمان بص السؤال كويس قبل ما تتسرع وتختار الإجابة. أول حد مين؟ 25 أول حد عمرو محمد شادي ظهر عندك عامل أنت رقم واحد. عايز أعرف ميجر أوف أنجل بي أو ذا فالي أوف بي قيمة بي. 25 ليه يا عم 25؟ عشان الزاوية المقابلة ليها بتبقى نفس الدرجة. تمام. لما يكون عندك انسكرايبد انجل opposite to another انسكرايبد انجل subtended by the same arc بيبقوا equal in measure. مظبوط الكلام؟ الكلام ده كنا درسناه في theorem 2. طيب جهز نفسك next. عايز اعرف ميجر اوف انجل اي. اول حد عندي لؤي. لؤي اسرع واحد اختار الاجابه اتفضل. 180 - 90 + 37. ليه لؤي عملت كده؟ عشان ثيرم 3. ثيرم 3 كانت بتقول ايه؟ ده انسكرايب انجل سبتندد باي دايمتر ايكوال 90 ديجريز. الزاويه دي اكيد يا شباب كام؟ 90. ودي 37 والتوتال سم كام؟ 180. تمام؟ هعمل ايه؟ هعمل سبتراكشن هقدر اجيب الميسنج انجل. مظبوط؟ 53. حسبتها يا سامي؟ 53. طيب هنشوف اسرع واحد كمان مره كمان. بص على السؤال الاول. أسرع واحد. Find the measure of angle C. Angle C يا حضرات. لا استنى في نظام. عمرو محمد برضو؟ لا مش عمرو. لؤي برضو؟ طيب وعمرو جاوب. عمرو عبد الحليم قول يا عمرو. ناقص 180 من 70. 180 - 70 هدينا 100 كام؟ 110. عشان ده سايكليك كوادريلاترال والاوبوزيت انجلز ار سبلمنتري مش كده؟ كويس. طيب بص لي على السؤال اللي بعده. نبقى راجعنا الخمس نظريات قبل ما نتكلم على درس النهارده. ثيرم 5 من فاكر؟ جهز نفسك. معلش الناس اللي النت بطيء شوية اصبر على جهازك ما تستعجلش عليه وانت بتدوس انتر عشان تجاوب لان جهازك هيقف. المشكلة مش في الجهاز المشكلة في النت. ما تستعجلش ما تدوسش فيه. هاي حضرات فاين ميجر اوف انجل دي ان دي سايكليك كوادريلاترال. جاهز؟
ده في ناس يا عم انت عليك على الزرار يا عم يا عم بس جاب صح عايز اعرف ماجر الانجل دي عم 101 زود 101 اللي جنبها لا اللي في وشها عايز تقول ان ميجر اوف انجل 101 زي كنت ميجر اوف انجل سي اللي جنبها لا دي اللي في وشها طب توصف طريق طب دي 101 انا عايز اعرف دي ام دي دي كام نقول 180 ناقص 69 ايوه كده 180 ماينس 90 كام 6 ما لهاش علاقه بال 101 تطلع كام تطلع كام 180 minus 96 48 degrees 84 degrees تمام طيب هبتدي النهارده هنزيد ده شويه ونبتدي نتكلم على الليسن بتاعنا هنتكلم على الثيرم 6 عايزك تركز معايا كده فكر ان انت كومبليت ذا سنتنس هي في الحقيقه مش سنتنس هي ثيرم نظرية وزي كل مرة مش بنقول النظرية عايزينك انت تستنتج لو اتكلمت على التينجنتس اوف ا سيركل تعرفين تينجنتس يعني مماس صح؟ صح is always what dots to the radius at the point of contact لو التينجنت بتاع السيركل له علاقة بالريديوس بنصف القطر تبقى ايه العلاقة لما بينهم خلينا نشوف الكلام ده ممكن نستنتجه ازاي انا عملت لك كده فلاش صغير ممكن تستنتج منه النظرية لو انت عندك سيركل with center O and the point A in the circumference of the circle point A موجود على محيط A الدايرة هفترض انت رسمت الرسمة دي ورسمت tangent line at the point of contact at A كويس؟ خط يلمس الدايرة عند point مين؟ A بعدين رسمت radius OA تمام؟ عايزك دلوقتي لو جيت استها هتطلع 90 degrees طب الكمبيوتر اللي مجهزها كده 90 degrees ولا هي ممكن تتعمم عشان تتاكد ترجع البيت وترسمها زي ما انا هرسمها دلوقتي او زي ما انا رسمتها بس انت بقى ترجع ترسمها at many points of contacts بمعنى لو جيت حركت هنا point A في اي مكان هل ال 90 degrees بتتغير؟ لا طيب تستنتج من الكلام ده ايه؟ تعرف تجاوب على الستيتمنت اللي احنا قلنا عليها كومبليت في الاول؟ تعرف تجاوب دلوقتي على الجمله اللي كان الاجمل اللي احنا كنا بنطلبه؟ اسلام؟ قول لي يا اسلام سمعت. Tangent is perpendicular. It's perpendicular. You should have concluded انت المفروض تكون استنتجت دلوقتي that the tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. لما تيجي ترسم مماس الدايره عند نقطة على محيط الدايرة ووصلت نصف القطر ليها نفس نقطة التماس لازم الزاوية تبقى كام؟ 90 degrees أو تكون perpendicular to the tangent يبقى دي العلاقة بين الريديوس ومين؟ والتانجنت طيب يبقى هنا هكتب ايه؟ perpendicular او عمودي مش كده عايز دلوقتي open your books على التابلت page 182 هتلاقي الاكزامبل ده عندك كله نازل كتاب على التابلت طيب عايزك صفحه 182 بطلب منك جهز لي القلم بتاعك لو سمحت
عمرو زكريا فين عمرو زكريا؟ 17 تمام. دي شاشة عمرو دلوقتي مظبوط الكلام؟ مظبوط. هناخد المركب بتاع عمرو ونبتدي. هاجي انا في اكزامبل 1 هشتغل على التابلتس. امسك القلم معايا واكتب على السكرين كانك بتجاوب على الورقة. وبطلب منك انك تحسب لي في الشكل اللي قدامك دوت. عايز اعرف ميجر اوف انجل اي بي سي اذا كانت ميجر اوف انجل اف 32. ادي انجل اف 32 زي ما ظهر قدامك. وعندي اي بي از ريديوس من ذا سيركل، اي بي ده ريديوس وسي دي از تانجنت. عايزني اعرف ميجر اوف انجل اي بي سي. فين الاي بي سي يا حضرات؟ صح كده؟ مظبوط؟ تمام. طيب من عنده فكره نجاوب على السؤال ده. اول حاجه انت عندك ميجر اوف انجل اي دي سنترال انجل سبتندد باي ذا ارك اي بي ويز ذا انسكرايبد انجل اف. قول يا عم. قلنا ان لما يكون في خط مع البي ده سنترال. تمام. انت عايز تقول ان الانجل اي بي سي او ان اي بي سبيرفنديكولار على سي دي مظبوط؟ ايوه. عايز تقول زاويه 90 صح الكلام ده كده؟ زي ما انا راسم؟ تمام. وايه كمان؟ ممكن اقول انجل اي دي بكام؟ مين يعرف؟ ايه استاذ؟ عمرو. 32 ضرب 2 يعني 64 مظبوط الكلام؟ يا رمان. كم؟ الزاوية دي عندك هتكون 64 كويس. وبعدين هعمل ايه؟ قول لي الرأي. 180 ناقص 64 180 ناقص 64 تقسيم عشان تعمل ايه؟ عشان تقسمها على اثنين عشان تجيب ميجر اوف انجل اي بي سي اي بي بي مظبوط؟ صح يا سامي كده خليك صح معايا. يبقى هعمل 180 زي ما هو موجود قدامك كده. 180 ماينس كام؟ 64. طيب يبقى الكلام ده 180 ماينس 64 هيدينا 100 كام؟ 16. بعدين divided 2 عشان تجيب ميجر اوف انجل اي دي اي. بعدين اعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي بعدها؟ قول يا عم. هنقص من 90. هنقص من 90 هقول 90 ماينس 58 لما تيجي تعمل 116 divided 2 هيدي لك 58. تعمل 90 ماينس 58 هيدي لك كام؟ 32 degrees. مظبوط الكلام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب نرجع مين؟ اسلام. ناخد نفكر في حاجة تانية. هتكلم على ثيرم تانية، ثيرم سيرفر. هنشرحها برضو ونحاول نستنتجها عن طريق كومبليت صغير. The two segments tangents drawn from the same point outside the circle. لو جيت رسمت tangents للcircle at point B at point mean C. تفتكر هتكون إيه العلاقة بين التو segments دول؟ تعال نشوف كده حاجة صغيرة ممكن تساعدنا إن احنا نجاوب السؤال ده. لو جيت قلت لحضرتك انا ارسم دايره والسنتر او واخدت بوينت بي فروم اوتسايد ذا سيركل لازم تكون بره الدايره وجيت بعد كده وصلت تو سيجمنتس تو اس تو تانجنتس او تو سيجمنت تانجنتس تمام ممثل الدايره عند بوينت اي وبوينت بي تفتكر ايه العلاقه اللي هتكون ما بين الاثنين دول ده اللي احنا ممكن نستمتله. هو انا جيت قست هنا لقيتها 6.1 وهنا 6.1. طب لو جيت غيرت مكان بوينت بي هما دلوقتي ايكوال هل هتغيروا؟ لا. طب عرفت منين؟ انت لازم تجرب. تعال نجرب.
ده خلاص اخدتها قدامك كده. بص كده بص اللي بيحصل. ده دايما ايه؟ بص كده غير مكانهم في اي مكان. ايه اللي بيحصل؟ متساويين. تعرف تدخل جوه؟ تعرفش تدخل جوه، لازم تكون النقطة ايه؟ بره. حتى لو جيت غيرت التانجنت بوينتس هيفضلوا يتغيروا مع بعض. هتلاقي التانجنت بوينت مع البوينت اللي بره الدايرة بيتغيروا مع بعض. لازم يكون التانجنت لاينز ايكوالز طالما هم فروم ذا سيم بوينت اوتسايد ذا سيركل. تمام يا حضرات؟ طيب يبقى دلوقتي لو رجعت دلوقتي لو رجعت للكمبليت داون اكتب هنا ايه؟ اكتب هنا ايه؟ مش كده؟ مظبوط كده؟ كويس. عايزك هنا تعرف في ريزولتس مهمة أول الثيرم دي. الريزولتس دي ممكن تستنتجها كلها لو أنت عملت جوينينج عندك. قلت إن AC دوت قلنا تانجنت مماس و AB تانجنت كويس. لو جيت وصلت A to the center O وجيت وصلت C to B اللي هي البوينتس التانجنسي كويس، هتلاقي عندك حبة results كده كويسين. أنا وصلت الخط ده ووصلت الخط ده. أول حاجة إن السيجمنت AO bisects angle mean A. فين angle A؟ الخط اللي أنت هتوصله ما بين the point outside the circle and the center of the circle perpendicular. اللي هيحصل فيها هتنصف point mean A. لازم تبقى الزاوية دي قد مين الزاوية دي. وهتلاقي إن AO برضو bisects angle COD. AO بس اكس انجل مين سي او بي. هتلاقي ان الزاويه دي قد مين الزاويه دي. وهتلاقي ان اي او بايسكت ذا لاين سي دي. هتلاقي الاي او بايسكت ذا لاين مين سي دي. كده كام استنتاج؟ ثلاثه. لازم تحفظ دول كويس عشان ما تقعدش تفكر فيهم كتير في الامتحان. انت ممكن تثبتهم لو اثبتت ان المثلث ده متطابق مع المثلث ده خلاص خلصت، بس عشان ما تاخدش منك ايه وقت. وجيت بعد كده حبيت تكمل استنتاجاتك. جيت بعد كده حبيت تكمل استنتاجاتك، ممكن تلاقي ان الاي او اس بيربنديكولار كمان تو مين تو سي دي. يبقى بينصفه ومتعامد عليك. بينصفه ومتعامد ايه؟ الكلام ده ممكن نختصر الاثنين دول على بعض نقول اي او از بيربنديكولار باي سيكتور اوف مين اوف سي دي. بيربنديكولار باي سيكتور ممكن نتكلم في حاجه واحده. يعطيك العافيه. تمام. اخر حاجه خالص المهمه قوي ما تنساهاش، سي او بي ميجر اوف انجل. سي او بي اللي هنا لازم تكون سبلمنتري مع ميجر مين سي اي بي. الزاويه دي لازم مع الزاويه دي يدي لك كام؟ 180. سبلمنتري يعني تيجي تعمل لهم اد اب يدي لك 180. كل دي استنتاجات ممكن تستنتجها لو انت اثبتت انت لوحدك في البيت ان ترانجل اي او اي از كونجرنت ترانجل اي سي مين او. تمام يا حضرات؟ كويس. تعالى نجاوب عندك example 2 page 183 في الكتاب بسرعة كده عشان هبعت لك فايل وتجاوب عليه على التابلت. انسى هبعت لك فايل من عندي وهجمعه تاني ادي عليه الاسئلة. Measure of angle CAO. Measure of angle CAO. ها ايه اللي يقولي؟ ميجر ان سي او او اي او فاي يبص في اي وين سي اصلا شكله صح سي او اي هاي عم 40 انتاج. طب ميجر انجل اي سي بي اي سي في مصطلح ما هو اصلا في مشكله في الداتا شو نحولنا عشان انا شايف بس مش شايف كويس. طيب ماشي فاهم. ايوه
40 زائد 90 180 عشان اجيب سي سي اي سي بي اي سي مين بي اللي هي الزاويه دي يا حضرات مش كده؟ طب ليه 90؟ مش احنا قلنا ان اللاين ده بيرپنديكولار باي سيكتور صح الكلام؟ صح اللاين ده بيرپنديكولار باي سيكتور لمين؟ للسي بي مش كده؟ يبقى 180 ماينس 90 ماينس 40 هيديني كام؟ 50 ديجريز. طيب ميجر اوف انجل اي سي او استاذ زياد ممكن حد تفضل هنا ميجر اوف انجل اي سي او 90 استنى 90 طبعا دي اللي لسه قايلينها من شويه العلاقه بين الريديوس لاين والتنجنت لاين صح او الريديوس سيجمنت والتنجنت سيجمنت يبقى الانجل دي ايكوالز كام 90 ديجريز ميجر اوف انجل سي او بي ميجر اوف انجل سي او بي 180 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
الدوك بتاعك في خلال دقيقه ات ماكسيمم هتلاقي فايل انا بعته لك هتجاوبه. الفايل ده صفحتين، الفايل ده ايه؟ صفحتين في السؤالين دول. حلو الكلام؟ لو الفايل ما وصلكش قول لي وانا هدي لك ورقه فيها الاسئله. طيب هبتدي ابعت الفايل عندك هتلاقي اسمه اكسرسايز في ناس ابتدى يجيلها في حد جاب في اثنين في ثلاثه في ناس لسه ما وصلهاش. طيب ثواني يا حمد خلاص يا حضرات وصل؟ ايوه طيب ممتاز جدا. قدامك ديتيل بالظبط وحجم على الملفات. اسحب الملف من على الديسك توب عندك. لا طب خلاص سكيب. ما تنساش تجاوب على السؤالين، في سؤالين فوق بعض. هذا الاكس دي هذا هذا بيمثلك الاكس هذا عندك يا حضرات عندك جريدز زي دوت عندك جريدز زي ده لما تطلع الاجابه يا ريتك تكتبها هنا في الجريدز عشان اسحب منك الفايل واصلح بسرعه. يعني لو الاجابه 50 هتكتب هنا 50 وتظل ال 5 وكام؟ و0 بس عشان انا اصلح بسرعه والكمبيوتر يطلع نتائج بسرعه. رقم واحد خلص. لؤي عمرو اكتب هنا 60 وظل. نعم؟ افتحوا كده اللي يقفل الفايل ممكن ينتقل تاني. نعم انا عندي اكس انا مش فاهم مش انت ممكن استعمل مدارس؟ يس استعمل مدارس صح؟ انا محمد ايه الاخبار؟
انزل بالسكرول داون عشان تفايند السكند كلاستر. انت دلوقتي عندك ده ريجيس وده تيرجن صح؟ اكيد دي نايت صح؟ ممكن تستخدم باثاجرس ولا مش ممكن؟ مش ممكن اقول ان x باور 2 بلس 5 باور 2 ايكوال تو 13 دي 13 باور 2 صول صول فور اكس هاي هاي حد مع الملفات في خلال دقيقه ظل اجاباتك في حتى مشكلة؟ طب تمام هعمل مسابقة تاني بقى على الباور بوينت نفسه ونشوف أسرع واحد هيجاوب يلا عشان ننهي الحصة عشان ننهي السيشن هي سامح حضرتك هبتدي عشان اسحب منك الفايل خلاص اعمل سيف وكلوز اعمل سيف للفايل وكلوز خلصت اجاباتك طيب إجابات طالب ممكن لو في وقت نعم لا أكيد هو مش أنا اللي بسحب هو الكمبيوتر اللي بسحب نفسه لا في EQ ده EQ هو ال هو ال ما تسحبش سحب تمام بس أنا كده عايز أعرف شو جاب عندي اقدر اقول ان هنا 5 باور 2 او x باور 2 بلس 5 باور 2 ايكوال 13 باور 2 which الكلام ده طلع لي 12 x ايكوال 7 طيب the second one measure of angle x use it measure of angle b measure of angle b is supplementary مع o مع D أصبح measure of angle B is supplementary with angle D يبقى أقدر أقول إن الكلام ده أول أقدر أقول إن الكلام ده أول measure of angle D equals to 180 minus كم 60 120 يبقى equals to 120 then x equals what x equals
لو جيت انا بصيت على الانسرز بتاعكم دي كانت اجابات الاجابات امبارح 25 11 الاجابات النهارده. تعالى مثلا نشوف ايهاب مش ما يدوش ده اسلام ايه اجابات اسلام ولا كان امبارح؟ كان امبارح دي كانت اجابات مصطفى. مصطفى طبعا كان واضح ان هو يعني قال خلاص بما اني اقدر امسح فراح كتب بخط شكرا يا شباب هصلح الاجابات وابعتها.